ده وطول عمره خايف. وانا مالي؟ هو انا اللي قلت له سيب الشغل؟ كام سنه دلوقتي على دي الحال؟ حاله مالي وعوي. يا بني ادم لازم يشتغل، لازم تكون شديد معاه. شديد ايه بس؟ هو انا يا اخي ناقصك عشان تسد نفسي طول ما انت قاعد؟ يا اخي هون شويه. هويك؟ طب انا قاعد لك بقى. قاعد بقى عشان تنكد عليا وتبقى في حالي؟ انا وحالك؟ يا بني ادم في حد بيهوب على المحل هنا الا وانا موجود على وشي يا ناكر الجميل؟ يا اخويا خد جمايلك وبرع على الناس واعتني لوجه الله. يعني ارحمونا بقى وخلصونا. اما انت بني ادم بقيت مارش فيك، انت راجل غبي. حسابك تقل ابو علي، قفل على 20 جنيه. بقول لك حسابك تقل، والايام دي الحاله ماشيه بالعافيه. ايوه مباحث امن الدوله. مين انت في مباحث امن الدوله؟ انا عايز اي حد من كبار المسؤولين عندكم. انت هتاخد وتدي معايا في الكلام؟ وصلني باي حد من كبار المسؤولين والا انا هحملك المسؤوليه كامله. معاك المقدم معتصم القلب. أنا اسمي حسن بهلول. أيوه بهلول، وعندي معلومات خطيرة تهم الأمن، وهي المعلومات الخطيرة تتقال في التليفون برضه يا فندم. ده أنا بتكلم من قهوة. أيوه فندم من قهوة. والمعلم بتاعها حشري ومطرطق ودانه وبتنشى على أي كلمة يسمعها. لا يا فندم أنا ما أقدرش أجي لوحدي، المواصلات زحمة زي ما حضرتك عارف. يا ريت تبعتوا لي عربية. لا يا فندم بلاش البوكس. يا ريت عربية ملاكي أحسن. العنوان قهوة فتوح مولات على ناصر حارة برغوت يا فندم. برغوت برغوت. طب يا فندم مع السلامة. بوري. ازيك يا ميمي؟ حسن بهنسي بهلول مع معاملته برفق. زمانك ماشي بسرعه كده ليه؟ سرعه التوجه مطلوبه. يا ابن الحلال فهمني ايه الحكايه؟ احنا برضو ولاد حته واحده. دي مسائل كبيره يا معلم، خليك في حالك. روق القهوه نظفها. ولو عندك زبون شيل ممنوعات وزعه. تعرف طبعا الحكومه جايه. يا ابني يا حبيبي انا قلبي عليك. وانت لو قلبك عليا كنت تقول الحساب تقل؟ لو قلبك عليا بصحيح ما كنتش تجيب ست الحساب دي خالص. مين فيكم اسمه حسن بهلول؟ في حد هنا اسمه حسن بهلول؟ معرفش. مين فيكم هنا اسمه حسن بهلول؟ انا حسن بهلول. هو حضراتكم ايوه احنا. ولحقتوا توصلوا بسرعه ازاي في الزحمه دي؟ طبعا انتوا الاشراف بتاعكم خضر على طول. اتفضل معانا كده على طول من غير ما تشربوا شاي ولا تشدوا واحد بوري. يلا بسرعه احنا مستعجلين قوي. طيب السلام عليكم يا معلم. السلام عليكم يا رجاله. السلام عليكم. اتفضلوا. طب ما حدش عايز يوصل لابو تاتا المنيب، احنا معانا عربيه. اتفضل 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 حضرتك. اتفضل اتفضل.
وايه الحكايه؟ انت يا حيوان انت اتكلم. انا شايفكم مسؤولين، ابقى اجي وقت تاني. ايه بقى الاخبار الخطيره اللي عندك يا اخ حسن؟ حضرتك عارف مصنع البلاستيك اللي في الطريق الصحراوي عند كيلو 38؟ ايوه عارف. بكره الساعه 10:30 المصنع ده هيولع، النار هتشعلل فيه. ومين بقى اللي هيولع يا اخ حسن؟ والله انا اللي اعرفه انه هيولع. انما مين بقى دي مهمه حضراتكم. السلام عليكم. استنى، عرفت ازاي ان المصنع هيولع؟ بلاش السؤال ده لان مش هجاوب عليه. انا عرفت وتاكدت وخلاص، ومستعد اتحمل عقوبه البلاغ الكاذب وازعاج السلطات. لكن تسالني عرفت ازاي وقت حضرتك هيضيع وجهاز المصنع يتحرق واحنا لسه هنا قاعدين. واضح انك متعلم يا استاذ حسن. بكالوريوس تجاره. الوظيفه؟ عاطل. وعاطل ليه يا حسن؟ زي ناس كتير غيري. اصلا كنت كمان اشتغلت كام شغلانه كده وبعدين سبتهم، او بمعنى اصح هم سابوني. كنت دايما اتخانق مع الرؤساء. ده انت مشاغب بقى. ده كان زمان في المدرسه. انما دلوقتي ومصلحتك ايه تبلغ الحريق؟ مصلحتي ايه؟ لما المصنع هيتحرق عدد العاطلين اللي زي هيزيد 40 50 مليون جنيه هتاكلهم النار. شوف بقى المبلغ ده يفتح كام بيت والمدة قد ايه. وجاي حضرتك تقول لي مصلحتك ايه؟ يعني قلبك على مصلحة البلد. بالظبط كده. عرفت ازاي ان المصنع هيتحرق؟ لو قلت لك مش هتصدقني. قول وانا هصدقك. مش هتصدقني. جرب، مش هتخسر حاجة. عرفت ازاي ان المصنع هيتحرق؟ في الحلم. شفت في الحلم ان المصنع هيتحرق بكرة الساعة 10:30 بالليل. 10:30 بالظبط. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم. ده انت سواري بقى يا ابو علي.
قضية تسعيرة. وبتبيع ايه؟ انا العمر بعت ولا اشتريت. والدي اصله عنده دكان حلاقة صغير كده محندق، حتى الزبون يبقى جوه وقفاه بره لمؤاخذة. اتنين زباين محترمين بعد ما حلقوا وتوضوا قالوا له انت مش حاطط التسعيرة ليه؟ اتضح انهم مباحث تموين. الحقيقة ابويا صعب عليا، شلت انا القضية بداله. تصرف بني ادم شهم واصيل. الله يحفظك يا سعادة البين، الله يحفظك. يا ترى في حاجة تانية غير قضية التسعيرة؟ لا مفيش حاجة. الأشعة سليمة الحمد لله. لا إخوان ولا شيوعي ولا متطرف ولا مزعل حزب الأغلبية في حاجة؟ لا مفيش حاجة مني خالص. أبيض. وزي الفل. طبعا الحمد لله. طب ممكن بقى أتكل على الله وأروح أنا؟ مع السلامة أنت يا حسن. ممكن بعد إذنك العربية توصلني؟ للأسف راحت مشوار. خلاص آخد الأتوبيس. السلام عليكم يا فندم. اتكلم بخير. معلش امي مش فوق عشان كده مش قادر اقول لك اطلع شوي. ده احسن حاجه ان امك مش فوق. احسن حاجه ان امك مش فوق. واحنا عايزين امك نعمل بيها ايه؟ دول هنا اكل. حسن انت راجع من الارمل دوت دماغك بتلف ولا ايه؟ حلو بتلف كده. مين؟ مين ايه؟ بتعملوا ايه؟ احنا بنصلح. بنصلح ايه؟ بنصلح كهرباء. كهرباء؟ ايوه. ما تيجي تطلع فوق احسن بدل البهدله دي يا حسن. ده حتى فوق ممكن نتكلم كلام. خليك تجيب عيل وامك ساعتها هتجوزك ليه غصب عني. ها يا نهارك اسود، انتوا بتعملوا ايه؟ وكل واحد في راحه وجاي يقول لي بنعمل ايه. بنعمل ايه؟ نعمل زي ما بتعمل انت كمان. بتعمل ايه انت هنا؟ نعمل بنصلح. صلح ايه؟ نصلح الكهرباء برضه. كهرباء ايه؟ كهرباء بتاعت الكهرباء. كونين عليكم وعلى ايامكم السودا وزمانكم الاخبر. على فكره انت راجع مش مظبوط، هما ضربوك على دماغك ولا ايه؟ تيجي نتكلم جد؟ يا ريت يا حسن. احنا نفسخ الخطوط. انا ما ينفعش ليك صدقيني. اذا كان على 150 جنيه بتوع الشركه انا كنت بيها عندكم دي 20 مره. انا اصلا ما ينفعش ليكي. انت معايا هتبقى زي البيت الواقف. صحيح. لازم اي حد يحس بوجودنا هنا. اطمن يا فندم مفيش اي شوشره. العب العب. العربية
كنا رحنا المطار. لو جيت عندنا البيت وضحتك هتبقى بدلاجل، لو جيت عندكم البيت امك هتبقى قاعده زي قرد قطع. خلاص بقى يا حسن كفايه. دي فرصه مش هتتعوض. حسن كفايه حتى يدخل. ايه ده بقى؟ هي دي اللي انتوا جايبينها عشان تستدرجوا في الكلام؟ اما بتستدرج اهي. وقفوا التسجيل وبلاش كلام فارغ يا فندم. ما هو ممكن يتكلم بعد اللي بيحصل ده. اللي بعد كده لا يمكن يبقى كلام. وقفوا التسجيل ولا انتوا عايزين تتفرجوا؟ ها؟ حاضر حاضر يا على الحرق والمصنع يا حسن. الله هايل. نروح احنا بقى؟ لا انت هتأنسنا شويه. الأنسة ممكن تروح. عندك اقوال تانية يا فرج؟ لا يا فندم. طيب امضي على اقوالك لو سمحت. نشكركم سيداتي انساتي سادتي وننتهي بغلطة تحقيق في قضية حريق المصنع. التلفزيون بيصور. اي استجواب عندنا بيتم بالصوت والصوره علشان ما حدش يخرج يقول ان انا اتعذبت او اعترفت تحت الاكراه. طب ما هو ممكن المتهم يخش اي اوضه ياخد الطريحه المظبوط يخرج يعمل مكياج ويقف قدام الكاميرا عامل كده. في بعد كده نيابه يا حسن، ولا انت فاكر الحكايه جهجهون؟ نيابه. حرقت المصنع ليها كفرة. ده في ناس كتير بتاكل عيش من وراه. احنا قلنا كل حاجة في التحقيق. يعني اعترفت. نصيب بقى. انت اسمك ايه؟ فرج ابو زيد. مين؟ فرج ابو زيد. وانت اسمك ايه؟ شربيني ابو خطوة. شربيني مين؟ ابو خطوة. الاثنين دول اعترفوا بحرق المصنع؟ ايوه. وصورتوا الاعتراف؟ والشريط موجود. انتوا صورتوا اعترافات ناس كدابين. تعال يا دكتور هو هنا. فين بيت الشركة اللي معاكم؟ احنا ملناش شركة. احنا الاثنين بس. فتحي فين؟ هو رشوان. دول دول
انت يا واد اهو اتكلم. فتحي سافر عند امه في المنوفيه ورشوان هرب على اسكندريه. التصوير ده لازم يتعاد من تاني، قصدي التحقيق لازم يتعاد من تاني. اسامي الاثنين التانيين ايه بالكامل يا حسن؟ في الحقيقه انا كسرت اسالهم اصلي في الحلم. اوصافهم ايه يا حسن؟ كانوا واقفين في الضلمه. السلام عليكم. التحقيق في حريق المصنع تاني مره. سلمي على كل الاخوة اللي عندكم وحياتك ها؟ وسلمي على الست اللي هو كتير، مع السلامة. ألف حمد لله بالسلامة أبو علي. إيه الأخبار؟ أخبار زي الزفت على دماغك، كله من تحت راسك. ليه ليه كف الله الشر؟ القهوة بتاعتك ما بقتش أمان يا معلم، إيه؟ كل كلمة بتتقال جوه القهوة بتوصل لهم، حتى كركرة الجوزة والبواري. القهوة بتاعتك مترشقة ميكروفونات. ميكروفونات؟ أيوة، ميكروفونات، ميكروفونات سرية كمان. أخبار أشوح. ده على كده بقى اسرارنا كلها بره ومفضوحين. ميكروفونات ميكروفونات سريه. يلا اخويا اهو يلا يلا شطبنا. أيوة. يلا حبيبي شطبنا. يلا تشديد هات مربى. يعني يا اخويا هيكون عمل ايه؟ هيكون عمل ايه؟ ما طول عمره خايب وانت خايف منه. بدل ما يقعد معاك في المحل هنا، يروح يلبس مع الحكومه بره. انت مالك انت يا حشري؟ هو انت حاشر نفسك بكل حاجه؟ والله انت راجل فاشل يا اخي. انت راجل غبي. انا غبي؟ والله انت ظهور يا اخي. ده انت راسخ. الله 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 الله. بالليل 10:30 بالظبط. ابيض. ايه يا فندم؟ زي الفل. لسه حسن بهلول شغل سيادتك؟ اتكل على الله واروح انا. مع السلامه انت حسن. انا عايزك تشوف لي واحد من المشايخ علشان استشيره في حكايه الحلم ده. خلاص اخذ امرك. وعايزك تراقب حسن بهلول بنفسك. اعتبر المهمه اتنفذت يا فندم. اتعودت للبنت مش هتجوزك. ويعوضني خير ربنا في الشبكه. كاتب ثمنها عندكم؟ اه انا قلت كده. طب وايه اللي رجعك يا ضناير؟ ايه عملت حسبتك من اول وجديد؟ لقيت ليك باقي جاي تاكل بيك؟ جرى ايه يا ماما؟ لا ما هو لازم نعرف راسنا فين ورجلينا فين. ما هي باينه زي الشمس. الراس تحت والرجلين فوق. اتجوز ازاي وانا من غير شغل ومن غير بيت؟ مش وقته. مش وقته يا ماما. اسكت انت. عمرك يا ضنايا ما هتلاقي وظيفه بسبب السابقه اللي عندك. ما فيش قدامك الا التجاره. حسن عمر ما حب التجاره. وفريدي حبيت التجاره. اتاجر ازاي وانا من غير راس مال؟ ولا اقف في الشارع اقول انا تاجر تقوم الناس تيجي مداني فلوس على طول. ده ايه يا ابني؟ هو انت يعني لازم تبتدي كبير؟ طيب خلاص انا اسرح بنفترين بالي في الترميات. اللي اقول لك انا بيع مناديل ورق في اشارات المرور. طب اسمع انت ليك عندي مشروع. وفري مشاريعك دي ليك انا ماليش فيها. كلامي انت الحلاقين كلها فيك يا ابن بهناتي. اوه هتقول لي بهناسي والحلاقين مالهم الحلاقين؟ اكل اكل ولا امشي؟ لا ما تمشيش يا حسن ماما. اكل ولا امشي انا؟ انا ما امشي بقى. خالد عمرو ربى شنبه. بجد؟ ايوه وجايب الموزه بتاعته النهارده هشوفها. ايوه ما انا عارف. ما هو حازم الششتاوي صاحب الاوتيل اللي هي بتشتغل فيه في الهاوس كيبنج قال لي ان عمرو عايز يتجوزها. هاوس كيبنج؟ خدامه؟ بتنضف حمامات واوض نوم؟ ايه
جامده جدا. كل المشاهير دول انت حتى وصلت شعبان عبد الرحيم، دي عامله لقاءات مع اهم ناس في العالم. بس لقاءها معاك انت هيبقى لقاء حصري. فوفا وحشتيني 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 وحشني وحشني. عامل ايه يا عمرتي؟ عامل ايه؟ عامله ايه؟ ايوه عامل ايه؟ ماما عامله ايه يا حبيبتي؟ ماما جميله بس مش مراعيه ظروف حد خالص يا عم. ندى صح؟ بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله، زي القمر. شفتي؟ عرفت تنقي يا عمور. على فكره وفاء مديره اعمام ماما وصاحبتها الانتيم، وتقريبا كده هي اللي مربياني، يعني انت تقدري تقولي ام التانية. يعني ما يغركيش طوله ده، لا ده انا اللي مربياه، يعني تقدري تعتبريني ام بشرطه. سلام قولا من رب رحيم. ماما وحشتيني وحشتيني يا روح قلبي، وحشتيني يا حبيبتي وحشتيني حبيبتي، وحشتيني وحشتيني. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه حبيب ماما وقلب ماما؟ حبيبتي اخبارك ايه حبيبتي؟ عامله ايه؟ وحشتيني قوي. انا كويسه حبيبي، وانت عامل ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ تعالي بقى اعرفك على ندى. ايه ده مال وشك اصفر كده ليه؟ اصفر لا يمكن قله نوم بس ولا حاجه. تعالي بس اعرفك على ندى. ندى ماما ماما يا ماما. هاي ما تتصوريش قد ايه انا مبسوطه اني قاعده معاكي دلوقتي. انا من اشد المعجبين بيكي وبتفرج على كل برامجك يا طنط. ما بلاش طنط دي، ما بحبهاش. قولي لي يا لولو. ولو انها صعبه عليا شويه لكن حاضر. يا ايه؟ لولو. برافو يا حبيبتي. اتفضلي. ساكت ليه يا حبيبي؟ بصراحة بقى انا كنت حاطط ايدي على قلبي وخايف قوي من مقابلتكم مع بعض. خايف ليه يا حبيبي؟ لولو انتي احسن ام شفتها في حياتي، وانتي يا حبيبتي برغم اني معرفكيش غير من مدة صغيرة بس انتي مش عارفة انتي عملتي فيا ايه. انتي غيرتي كل حياتي وبجد انا ما اقدرش استغنى عنك. ندى انتي احلى حاجة حصلت لي في حياتي. تتجوزيني يا ندى؟ لا واضح انك انت فاجئتها، ما تضغطش عليها يعني، اديها فرصه تفكر. لا مش كده، انا مش مصدقه نفسي من الفرحه. بس يعني موافقه؟ اوعي توافقي. طبعا طبعا موافقه. تمام قوي كده، يلا على البركه. جوزي امي خطفت الرجاله يا انت قاعده الطرف والولايات، محدش ياخد ابن مني يا كلبه يا انت، انا هاخدها لك جنازه. الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا روح. افتكرت مكالمه مهمه جدا لازم اعملها، ثواني. ها اتفضلي. اكيد هتتصل ببوليس النجده. يا عيني على الموفات والحركات والحاجات الحلوه اللي بتطلع مره واحده دي، بتشيكي كده ورايحه على فين؟ ميمي هاتي لي حاجتي من جوه. انت شايفه المهزله اللي انا فيها؟ ابني انا يتجوز خدامه؟ ابنك مبسوط وبيحبها، وهي اخرى باين عليها متدهوله وبتحبه. انت عارفه انت مشكلتك انك فاضيه. لا لا انت محتاجه مشروع يشغل وقتك ويرحمنا من شرك. افتحي سايبر. صح؟ ايه هتفتحي سايبر؟ لا. امال بتفكري في ايه؟ بفكر اخلص من البنت دي بس من غير ما اضايق ابني. جرى ايه لقاء؟ احنا هنتكلم هنا؟ تعالي نتكلم جوه. يلا. يو ار ويلكم. عشان كده مستعجل على الجواز. تصدق عندك حق، ازاي انا ما فكرتش في كده؟
ما هي علشان سافلة وواطية وما تربتش، عايزة تاخد ابني كده على الجاهز على طول وتدبسه. قولي لي انت عايزة ايه وانا معاكي. انا من ايدك دي لايدك دي. مش كده يا ربي، انا هاني بحب كل حاجة دي بتجيبها تاخد يا هوا تاخد تاخد معاك معايا. هاي اللي حياة قلبي، عشان كده أنا عزمك على أغلى إزازة روزين شامبانيا هنقيها لك بنفسي. خدي شامبانيا عشان الكلام الحلو اللي انت قلته. يعني ضد الحريق والزلازل والبراكين كمان. ايه رايك؟ تحفه. ده البيت اللي احنا هنعيش فيه. بتهزر؟ ده يجنن يا عمر. بجد عجبك؟ طبعا عجبني. الحمد لله. بصراحه يا جماعه انا كنت حاطط ايدي على قلبي. الديزاين ده انا عامله بطريقه جامده. انا نفسي مش عارف عملته ازاي. وكفايه بس ان هو عاجب القبطان وعاجب كمان القبطانه. غلط معاها، غلط معاها، غلط معاها. ايه ده؟ قاعده مقلب زباله، حطي كيس في بقك، ايه القرف ده؟ يعني ما عايزاكش لب يعني ولا ايه بقى؟ ها؟ اكيد غلط معاها، ده انا هخلي ليلتها سودة. ايه يا حبيبة قلبي؟ ايه يا حبيبي؟ اديني نمرة ندى من فضلك، عشان وحشتني عايزة أكلمها. ندى؟ ندى معايا هي. معايا بنت الكلب معايا. ايوه يا لولو. ايوه ندوشه حبيبتي، ازيك؟ وحشتيني قوي. عايزه اشوفك عشان عايزه اقول لك حاجه. عندك حاجه الساعه 3؟ لا ما عنديش حاجه. ما تتاخريش عليا، عايزاكي ضروري. حاضر، 3 بالظبط هكون عندك. باي باي باي. ندى، أنا ست عندي خبرة في الحياة وأقدر أستوعب من ده الشباب. أنا متأكدة أن أنتوا غلطتوا.
مش فاهمه حضرتك تقصدي ايه بالظبط. انت حامل في الشهر الكام؟ عياطي 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 يا حبيبتي، الدموع دي بتغسل البني ادمين، بتنضفهم. انا عايزاكي تبصي على روحك في المرايه وتشوفي مستواكي، تشوفي انت فين وابني فين. الظرف اللي معاكي ده فيه شيك ب$50,000 عشان تعملي المشروع اللي بتحلمي بيه، اظن كفايه قوي مش كده ولا ايه؟ والله لو حضرتك عندك خبرة في الدنيا قوي كده أكيد كنت هتاخدي بالك إني ماليش في الغلط، وإلا ما كنتش أبقى بشتغل أي شغلانة تيجي في سكتي عشان أصرف على نفسي، ولا ابنك نفسه كان فكر يتجوزني. أما بقى كل إن حضرتك شايفة إني مش قد المقام فدي مشكلة حضرتك مش مشكلتي، بس خسارة. كان نفسي تبقي أم ليا أنا كمان. برافو ندوشة، أنا دلوقتي اطمنت على ابني إنه عارف يختار الست اللي تصونه وتصون شرفه وهو غايب. تعالي في حضني، تعالي يا قلبي تعالي. أنا كنت بمتحنك يا حبيبتي بس نجحتي بامتياز ومع مرتبة الشرف. نهار اسود، هي الولايه تعبت ولا ايه؟ يعني على حظي في الكام يوم اللي انا جايبات معاه فيهم لما طلعت طواعها زي ما قال الدكتور. تولعي في البيت؟ لا بعقل ده برضو؟ آه. طب افهم. طيب هي اي يا هي يا، قولي ورايا وانت هتبقي جن. وان تو حفظت. كات كيت كات، لوك نيو لوك، تشات ولاد وبنات. يلا يلا اعلى. بصوا بصوا طفاطيفي طا يلا للي ويلا للا. ويستي ويستي حرام خلاص ده بيرقص وانا شايفاه، ده انا قلبي كانه باظ، حد يلحقني يا ناس. يا ست مفيش احساس. لسه في مندة كتير. وانت وانت او يا او يا، انا عندي جروب على الفيس تامر واحمد وعويس، وبرد بنو او ياس او ياس او ياس او ياس او ياس.
بس بس سد. انا مش خايفه انا مش خايفه. جير مليه خاتم سوليتير هند وريمو عفاف شو برادو ايس ولا ابو العلا اسعاف تير تير جبنه فطير تيشيرت بادي او شورت او بير بير زير زير تاك تاك دوم نار نار قطه وفار w.com انا بسير عمده غفير ستوب ستوب سبيلينج ستوب وبس. اديني ماي. معدنية مش حنفية. ممكن اروح انام بقى؟ لا لا بخاف انام لوحدي. لا نامي جنبي من فضلك بليز من فضلك. لا 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 بقاله كتير ولا ايه؟ ممكن اعرف انا هنا ليه؟ ظبطناك بتوزع المنشورات دي في شارع عصر النيل. انا كنت بوزع المنشورات دي. وعندنا كمان 10 شهود سلمتهم المنشورات دي. امال فين المقدم معتصم الالفي؟ الالفي خلاص ما عدلوش دعوه بيك. انت دلوقتي تبع من اختصاصي قضيتي. عرفت ازاي بتفاصيل اغتيال اللاجئ السياسي؟ كان حلم. كان ايه؟ كان حلم. كان حلم. ما كانش حلم. كويس. كان ايه؟ كان كابوس. كابوس. في حاجة يا معتصم؟ أنا آسف يا فندم، بس إذا كان أسلوب شغلي مش عاجب حضرتك، ممكن تعفيني من المهمة دي؟ إنما إن المصدر بتاعي يتعرض للسخافات بتاعة الأسيوطي، اللي عمرها ما جابت أي نتيجة، ده شيء لا يمكن أقبله أبداً.
وعرفت ازاي يا معتصم؟ يا سيادة اللواء، حضرتك عارف كويس ان احنا جوه لعبة، عارفين قواعدها وقبلنا بيها، فما فيش قدامنا غير الصراحة. حسن بهلول ده قضيتي انا. طيب اقعد يا معتصم. ولغاية امتى هتسمح له يلعب بيك ويهرب بالحقيقة منك؟ حسن ما بيهربش بالحقيقة، حسن بيعمل اللي في دماغه هو، مش اللي في دماغنا احنا. انا كان كل همي انقاذ اللاجئ السياسي، لكن حسن كان كل همه انقاذ الطفلين. هو ده الفرق اللي بيننا وبينه. احنا بنشوف شغلنا، لكن هو بيشوف اللي هو شايفه صح. احنا ليه مش عايزين نطول بالنا عليه؟ ايه طريقة الاسيوطي؟ وصدقني في حالات كتير قوي بتجيب نتيجة. يعني حضرتك كنت عارف؟ صدقني اللي حصل لك ده حصل من ورا ضهرك. انا لو كنت فشلت معاك كان واحد غيري استلمك واستعمل القصف معاك زي ما حصل لك بالظبط. ايه رايك يا حسن بدل عادتك دي ما تيجي تشتغل معانا مرشد؟ يعني حاجه زي كده. سياده المقدم، انا عين للبلد مش عين للحكومه. بس حضرتك بتعرف تنشن كويس. اصلها كانت هوايه قبل ما تكون مهنه. انا كمان بعرف انشن كويس، كنت بلعب زمان في مدة رفاعي لعبه النشال، سبت مره علب السجاير شربتها كلها مره واحده. ممكن اجرب؟ هو ممنوع بس ممكن تجرب. خد بالك ها عشان الريكويل، قصدي الرده. هضرب على طول. مسدس جامد. شدي ده جامد. ازيك يا معتصم؟ اهلا يا اسيوطي. ولا لا؟ طبعا هتجوز. يبقى الاسبوع ده. يبقى مش هتجوز. يبقى تتفضل تروحني زي ما جبتني هنا. عادي. طيب عادي زي ما اكون بتتكلمي جد. عارف سني كام سنه وعارف سنك كام سنه؟ هنستنى ايه اكتر من كده؟ لما نقعد قدام التلفزيون ونفرد على ركبنا بطانيه من البرد. اهو ما حدش بيقدر يتجوز الا هو قادر على مصاريف البيت. امي دبرت لك كل حاجه. وانا هبقى الصبر بتاع امك. ما تصبري اكتر من ده صبر. وبعدين انا مستعد اصبر لغايه وقت متحدد ومعلوم. كل سنة تقول لي السنة الجاية السنة الجاية، وتيجي السنة الجاية قلع من اللي قبلها وحالتك بتتقل أكتر من اللي فاتت. الله جريها النوق. بس أنا عايز أقول لك على حاجة، أنا ما أقدرش أتجوز حبيبتي وأنا مش قادر أفتح بيت. أيوة كده، اظهر وبان على حقيقتك. عايز تخلع سنة سنة؟ ما هو خلاص، ما أنت أكلت وشربت وحضنت وبوست وكل. الله ده كلام يتقال برضه؟ في ناس قاعدة جرى لك إيه؟ لا ده أنا لحمي مر واللي يدوق لازم. ماله بهناس؟ عشان ابويا حلاق. ها؟ ابويا حلاق؟ ضحكت عليا 7 سنين. كان زماني متجوزه ومخلفه، ان الواحد منهم يروح المدرسه. دي مصدر واحد عيلها. اتقالك روح الاحداث يا بنت الكلب. ضيعت مستقبلك. مستقبلك؟ دي مصدر واحد عندها مستقبل يا بنت الكلب. ضيعت مستقبلك؟ انت اللي غلطانه وتستاهل اتقرقدتك كمان. ده شكله باين عليه نصاب. انت مالك يا ولية؟ ما تخليكي في حالك. مالكش دعوه بيها الهاني، ما قالكش حاجه غلط. انت قليل ادب. انا مش هتكلم معاك، انا هتكلم مع والدك. قوم يا بنت. ما تسيبها يا اخينا، انت عامل لي فتوح. انت مالك؟ واحد وخطيبته. خطيبتك ده ايه بعد ما بهدلتني؟ انت ما حدش مال عينك ولا ايه؟ اوعى حد يمد ايده. انا العقيد عبد الرازق حلمي محمود. قدامي قدامي. آه.
اللي لازم نعرفه بسرعة. محضر معتصم الألفي من فضلك. حضرتك اسمك ايه؟ حسن بهلول. حسن بهناسي بهلول. اهلا يا ابو علي. اهلا يا بطل. اهلا ابو علي بقى احسن واحد يحلم في مصر. ازيك يا ابو علي؟ اهلا وسهلا. تسمع ايه بقى؟ انت ضيفنا النهارده. نشرب شربات بقى ها؟ ولا هي قهوه بس اللي عندكم؟ لا في شربات. مين يا سيدي؟ احنا يهمنا الاسم والعنوان، مش عاوزين حاجه اكتر من كده. واحد بيحلم اسمه حسن بهلول، شكرا، مش مطلوب اكتر من كده. احنا بقى نشوف بيحلم ازاي. زيحة حلوة، احنا نشرب اي حاجة. نديها تاني كمان ازازة؟ كفاية وعي، احنا تقلنا العيار. بس حلو، انا حاسس ان حلو. شفت بقى تصريف اخوك؟ ده انا بحبك، ده انت اخويا. انا كده اخر تمكمك، وانت برضو ما انت اخويا. مين بيحب اخوه؟ أنا. مين بيحمى أخوه؟ أنت. مين ينعل أبوه؟ أنا. غلط. إيه؟ هم. مفيش عرسان جداد؟ شوف يا سيدي، عندك مهمة مستعجلة جدا. الواد اسمه حسن بهلول، وده في حرب بولاق، وهو عواطلي. الحرس اسمها هي دي كمان محتاجة ورقة وقلم. اداني بقى يا سيدي مهندس تليفونات في سنترال رمسيس، كان بيتسلط على التليفونات ويحكي لصاحبه، وهو عنده ورديه دلوقتي في السنترال، جايز يكون بيسمعنا فعلا. لكن ايه المشكله؟ اذا كان عنده وقت يسمع فلازم ما يكونش عنده وقت عشان يتصرف او يبلغ. تصبح على خير. ايوه عارفك يا سعاده البيت. روح لحسن قول له علي الظهار بيقول لك ان احنا في خطر. بلاش تقفل السكه، روح بلغه وانا مستني على الخط.
بسرعة حمامة. ايوه عاد انا حسن. حسن عرفوا طريقه وطريقك يا حسن، جايين يقتلوني ويقتلوك. ما اقدرش ابلغ البوليس. اسمع اللي بقولك عليه، البوليس هيقدمك المحاكمه لكن مش هيقتلك. هتسجن حتى لو استجنت يا علي، السجن ولا الموت. هترفض يا علي حتى لو اترفضت؟ ما انتش هتموت من الجوع. مفيش حد في بلدنا بيموت من الجوع يا عبيط. طب اهرب، استخبى في اي حته عندك لغايه ما اتصرف. علي خلي بالك من نفسك يا علي. ايوه المقدم معتصم الالفي من فضلك. مش موجود عندك يبقى موجود في حته تانيه. اديني النمره اللي هو فيها يا سيدي، اديني نمرته في البيت ارجوك. وحياتك دي مساله حياه او موت. وظيفة ولا ملحقتش تهرب؟ الناس دي جاهزة أوي يا أخي، جاهزة أوي. الله يرحمك يا علي، الله يرحمك. ده ناس صغيرين أوي يا أخي وغلابة أوي. استريح يا علي، استريح. علي مات، علي السهار مات، مات عشان بيحلف. علي السهار مات. الو علي الزهار مات. علي الزهار اتقتل. مين؟ مش مهم انا مين. علي الزهار اتقتل يا استاذ. ايوه يا مدام، انا حسن بهلاسي بهلول. انت بتعمل ايه؟ علي الزهار مات، علي غلبان يا عيني مات، مات يا مدام. انت اتاخرت ليه؟ علي مات. اهدى يا حسن. علي الزهار مات. اهدى يا حسن. ما عملتش حاجه. اهدى. علي الزهار اتقتل. اهدى يا حسن. ما عملتش حاجه. اهدى يا حسن. هو ده الحلم اللي انا ما حلمتوش.
اتفضلي. ميرسي. ايدي 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 ندى مالك انت تعبانه ولا ايه؟ انت خبطت في ديزل من غير ما تاخدي بالك ولا حاجه؟ اقوى من ديزل. المهم انت خلصت التعديلات ولا لسه؟ خلصتها وهجيبها لك حالا دلوقتي وان شاء الله هنبدا التنفيذ في خلال اسبوعين بعد اسبوعين وهبعت لك قهوه على طول بسرعه دلوقتي. خليها دوب لو النبي يا سمر عشان اصحصح شويه. لا 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 هبعتها لك دوب عشان تصحصحي شويه. وادي القهوة في فنجان يا ستي. لولو ايه مالها؟ عايزها شادة؟ لولو عايزها ايه؟ زيادة؟ لولو ايه في كوباية؟ دي مسحة بيا شوارع مصر يا نوج. ده انا لا عارفة اكل ولا عارفة اشرب ولا عارفة انام ولا عارفة ادخل الحمام منها. دي بتنطلي في الحمام يا نوج. معلش معلش يا حبيبتي استحمليها شوية عشان خاطر عمرو. انا مستحمله عشان خاطر عمرو. امال مستحمله عشان خاطر مين يعني؟ تقربت تمشيني على الحيط كمان شويه. اسمعي بقى يا ستي انا هقولك على خبر ممكن يهديك شويه. خير قولي. انا جاي اليومين الجايين دول القاهره ان شاء الله. يا سلام اشمعنى؟ ولادي يا ستي مشتركين في بطوله الجمهوريه للكاراتيه. ربنا معاهم. وحشوني قوي القرود دول. بصيهم لي والنبي يا نور. انا هسيبك بقى دلوقتي عشان الحق انام شويه. هي اصلها اختفت بقى لها نص ساعه. ادعي لي تكون نامت والنبي ولا غلط في ده. يلا تصبحي على خير. Thank you.
خاطر كنت عايزه اعطر لك الاوضه علشان تنامي كده وتحسي انك انت نايمه في الجنه. انا ما بحبش المعطر، انا بكره المعطر، بكره المعطر. موت يا معطر، روح يا معطر. يلا ندوش، يلا تعالي نامي يا حبيبتي، اوعي تزعلي يا روحي. يلا حبيبتي نامي نامي، انا عارفه انك انت تعبانه. يا شيخه ما تقوليش كده، اوعي تكوني تعبانه. لا انا والله بتاعت الكلام ده. قولي لي ايه يا نادي، ايه يا اختي الجمال ده والطيبه دي؟ لا اله الا الله، ما ينفعش اللي احنا فيه ده، مش انا يا ست، مش انا. ايه ده، نسيت احكي لك، نسيت احكي لك على اول رحله ليا في امريكا. رحت اعمل ايه، رحت اعمل حديث مع بوش الكبير. قعدوا بقى يطلعوا عينيا بقى بالموافقات ويشوفوا الاسئله والاجوبه. نمتي يا حبيبتي؟ لا مش نايمه. طب ليكي صحيه كده معايا عشان احكي لك، احكي لك تاريخ. لما تكوني مبسوطه في غايه الانبساط. طب شفتي 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 وهي عامله زي الفحميه المحروقه. صدقي صعبت عليا قوي. لا بفكر اعمل لها اكله كده اهوت تفتح نفسها. تفتحي نفسها؟ قولي تفتحي دماغها، تفتحي كرشها. اصدقي بقول لك ايه، شيل البتاع ده من قدامي، غوري من وشي. يلا احسن برضك، بينها هربت منك. بتعملي ايه يا لولو؟ عملت لك حته اكله هتاكلي صوابعك وراها. احدفيه ليمونه من اللي عندك. سوري يا حبيبتي جت فيكي. بقالي 15 سنه ما دخلتش المطبخ الا عشان خاطر عيونك. يلا بقى تعالي دوقي، يلا بسرعه، يلا يا قلبي قبل ما يبرد. تقولي لي رايك؟ بألف هنا وشفا. ها؟ ايه؟ وحش؟ بالعكس ده حلو قوي، ده انا حتى هاكله كله. طب يلا كل كل. مستنيه ايه؟ كولي كولي
كولي كولي كولي يا بنت المفترية. كولي. حاضر. بسرعة. حاضر. هخلص المكالمة دي ولاقيكي خلصتي كل الأكل، أوكي؟ بسرعة. مش قلت لك 100 مره ما تتصلش بيا خالص؟ افرض الزفته اللي اسمها ندى دي سمعتنا دلوقتي اعمل ايه؟ يو يا خالد ايه شغل العيال ده؟ لا ده انت بقيت قرار قوي. خلاص قابلني بكره في المطعم في بيكارو. اوكي باي باي. اكيد طبعا كانوا بيتكلموا عليكي، مش انت قلتي ان هي ما كانتش عايزاكي تسمعيها؟ ايوه بس ايه هو ده بقى اللي هي مش عايزاني اسمعه؟ دي عايزه سؤال يا اسكى اخواتك. انا قلبي كان حاسس ان الست دي عايزه تطفشك، دي مش حركات واحده تعبانه ابدا. انا برضو شكيت في كده اما سمعتها امبارح، ده لو طلع صح هقط. بس الشك مش كفايه، انا لازم اتاكد. وتتاكدي ازاي بقى؟ ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، صغرتي 20 سنة والله العظيم. ميرسي يا حبيبتي. يعني كده بقى عندي 5 سنين؟ يا لهوي على الوهم. انت رايحه على فين يا لولو؟ لو عندك اي مشوار اعملهولك، خليكي انت مرتاحه. لا حبيبتي عندي تشيك اب سنوي. تشيك اب كده؟ اه. طب اجي معاكي عشان ما تبقيش لوحدك. لا النهارده عايزاكي ترتاحي وتعملي بابل باث وتحطي كريماتك وتبقي زي القمر. ربنا يخليكي ليا يا لولو، ما يحرمنيش من عطفك عليا ابدا يا رب. ميرسي، باي باي. لولو المسيو المسيو تو لولو.